بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لك هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة من أوضح أدلة الإيمان بالقدر، رد على كل أهل البدع والضلال لمن تأمل أولها وآخرها. ففيها إثبات إرادة الله الكونية في هداية بعض خلقه وفي إضلال الآخرين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفيه إثبات مرتبة الخلق والجعل، وهي المرتبة الرابعة، وهذا من قوله يشرح صدره، يوسع صدره للإسلام، يجعله منشرحا مستنيرا قابلا للدين. فهو دليل على أن الله هو سبحانه وتعالى الذي يدبر قلوب عباده، هو سبحانه الذي يملكها، هو الذي يصرفها ويقلبها كيف يشاء. وكذا قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، مرتبة الجعل والخلق، يجعل صدره ضيقا لا يتسع لهذا الدين ولا يفهم، لا يتسع لهذا الدين ولا يقبله. وفي هذه الآية رد على من يجعل الإيمان بالقدر على الدرجة الأولى والثانية فقط، أي درجة العلم الإلهي وكتابة المقادير، دون إرادة إضلال بعض الخلق وهداية بعضهم، ودون تقليب قلوبهم على ما يشاء وأراد سبحانه وتعالى. ويمثلون هؤلاء يمثلون الإيمان بالقدر بمثال مشهور، جعلوه سببا لنشر العقيدة الفاسدة في هذا المقام، وهو مثال أن مدرسا أو أستاذا أخذ امتحانا لمجموعة من التلاميذ وهو يعرف مستواهم جيدا علما أكيدا، وقبل أن يضع الامتحان أعطى كل واحد الدرجة التي يناسبها، التي تناسبه، وعقد الامتحان، فكان الامتحان موافقا نتيجته، موافقة نتيجته للدرجات التي وضعها قبل الامتحان، وكأنه لا دخل له بهم. أو هو كذلك هذا المدرس يريدهم جميعا أن ينجحوا، لأنه علمهم وأمرهم بذلك، ليس عنده رغبة في أن يرسو البعض وينجح البعض، كما أنه لا يملك شيئا منهم أثناء إجابتهم في الامتحان. وهذه الآية ترد على هذا المثل تفصيليا، لأنها تبين أن الله عز وجل أراد هداية قوم وأراد إضلال آخرين، وأنه يملك قلوب العباد سبحانه وتعالى، ف
فيشرح صدر من شاء للإسلام، ويجعل من لم يرد أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء يكلف الصعود في السماء فلا يقدر. أو على التفسير العلمي الحديث يصعد يعني يتصعد يطلب الصعود، وكلما صعد جزءا كلما ضاق صدره لانعدام الهواء أو لانعدام الغاز الذي يتنفس به وهو الأكسجين. فمثل هذا المعنى واضح غاية الوضوح في هذه الآية الكريمة، أوضح رد على المعتزلة والقدرية في هذا المقام، المعتزلة والقدرية الذين ينفون مشيئة الله الكونية، المشيئة التي لم ترد إلا معنى الكونية، مشيئته وإرادة الكونية، وينفون خلقه لأفعال العباد. فالآية صريحة في الرد عليهم. المدرس في المثال المذكور كما ذكرنا ليس له إرادة هداية توفيق بعض الطلبة ورسوب بعض الطلبة، وليس له قدرة على عقول التلامذة وإراداتهم أثناء إجابتهم الامتحان. وهاتان هما المرتبتان اللتان يؤمن بهما أهل الحق ودل عليها القرآن. قد يسأل سائل، فلما إذن كلفهم وهو الذي أراد ذلك؟ كلفهم بما أعطاهم من العقل والإرادة المخلوقة. نعم هي مقيدة لكنها غير ملغية غير معدومة، وأعطاهم قدرة. كذلك هي ليست مطلقة وليست كاملة في كل شيء، ولكنها غير ملغية. وبلغهم دعوة الرسل وهم اختاروا أن يفعلوا بمشيئتهم التي خلقها الله لهم. هو سبحانه تأمل في قوله كذلك يجعل الله الرجس على ما فسرت الشيطان، فسرت العذاب، كل ما لا خير فيه. الله عز وجل جعل الرجس، هو الذي جعل على الذين لا يؤمنون، إذن لم يفعلوا ما وجب عليهم. أفعالهم الإيمان ينسب إلى من قام به وفعله، ينسب المؤمن فيقال قد آمن، وينسب الكافر فيقال لم يؤمن، كفر، ضل. إذن كان له فعل، ليس فقط أنه منفعل غير فاعل. عايزين نغير النغمة ضروري. المنفعل الذي لا فعل له مثل دق قلب الإنسان، مثل شيء أنت لا تملك فيه شيئا، قلبك يدق، ولدت في اليوم الفلاني، تموت في اليوم الفلاني، مرضت في اليوم الفلاني، هضمت معدتك الطعام، لم تهضم الطعام، حدث لك حادث، أنت إن فعلت، أنت منفعل، وقع عليك فعل بلا إرادة منك. كل العقلاء يقولون هذه أفعال غير إرادية، لم نخترها، لم نعمل فيها شيئا، ليس بإمكاننا أن نمنع شيئا منها أو نرده، يمكن أن نعالج بعض الآثار، لكن وبعدين سكت حضرتك. لكننا لا نملك شيئا وقع فينا بغير إرادة منا. الأفعال هذه تسمى أفعالا مجازا، ليست الحقيقة. دق القلب، هضمت المعدة الطعام، هل هذا الفعل دق القلب تعلمه إيه؟ فاعل، مش كده؟ حتى ولدت المرأة، هي المرأة بتولد إزاي؟ بيجي لها الطلب، مش كده؟ ومش إن إحنا مش هي اللي بتقول طب خلاص حول ده، يأتيها الطلق فيحدث ذلك. هذا كما ذكرنا انفعال في الحقيقة من غير فعل. مرض الرجل، تقول المرض ده
فعله، الرجل فاعل، فاعل ده ايه؟ فاعل مجازا لا حقيقة. كل العقلاء يقولون هذه الأنواع من الأفعال تختلف عن قتل، شرب، ضرب، أكل، صلى، صام، زنى، تزوج، خاصم، تكلم، قال خيرا، قال شرا، فعل خيرا، فعل شرا. العلم لما نيجي ندور على، احنا عندنا في الطب حاجة عضلات اسمها إرادية وعضلات غير إرادية. على عضلات الإنسان يتحكم فيها، إنه يتحكم في عضلات المعدة، الجهاز الهضمي كله في عضلات، ها؟ سموث ماسل، صحيح، ها؟ عضلات البسيطة، بخلاف العضلات المخططة. العضلات المخططة هي عضلات ذات العقل البشري يتحكم فيها، ولها كل شريان من الشرايين في جدران وعضلات، ممكن تنقبض وتنبسط عشان تضبط الضغط. احنا بنعمل ايه في الموضوع ده؟ احنا اللي بنتحكم فيه، مش احنا. عضلة القلب بتنقبض وبتنبسط كل دقيقة 80 مرة، 90 مرة، 100 حسب بقى. لكن عضلة ايدك اللي هتضرب بها واحد، هتقاتل بها، تقتل، تمنع قتل، تحمل ثقلا، تضع جبهتك على الارض، بانهي نوع من العضلات؟ ربنا سبحانه وتعالى حاجة، الشرع والقدر ده الاتنين متفقان على ذلك، ان في اجزاء ارادية وفي اجزاء ليست ارادية. فالاجزاء الارادية دي هي اصلا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والعضلات الارادية دي احنا عملناها، ما في ناس بتتخلق من غير العضلات دي، عضلات دي ما تعرفش تتحكم فيها، يوم يطلع مشلول مثلا او يجيله شلل. الاثنين في ارتباط بالتأكيد، بس عندما تكون له إرادة وهي مخلوقة لله عز وجل يكون فاعلا بها فعلا حقيقيا. ولذلك نقول كيف أن الله لم يظلم الناس عندما هدى هؤلاء فشرح صدورهم، وأضل هؤلاء فجعل صدورهم ضيقة حرجة كالشجرة التي لا يوصل إليها، عدم وجود طريق إليها، كأنما يكلف الصعود في السماء أو كأنما يصعد فيضيق صدره، وأن الله يجعل عليه الرجس، يجعل عليه، يسلط عليه الشيطان، يتركه للشيطان فيتسلط عليه فيضله. وفعل الشيطان أيضا مخلوق لله عز وجل، لكن هذا الأمر وقع كما ذكرنا من خلال إرادة الإنسان ومن خلال قدرته التي أعطاه الله عز وجل إياها، ومن خلال العقل، من خلال الشرع الذي بلغه. أعني هذه أربع نقاط أساسية، لو فقدت أي واحدة منهما لم يكن على الإنسان حساب، وهذا عدله سبحانه وتعالى. العقل، إنسان مجنون يكون إنسان غير إيه؟ غير مكلف. هيتحاسب المجنون ده؟ مش هيتحاسب. إنسان عاجز، إنسان ما بيعرفش يمشي، هنقول له تحرك إلى المسجد، هو عاجز ما يقدرش، مشلول اليد، هنقول له غير المنكر بيدك، ما يعرفش يغير لأن يده مشلة. أخرس، كيف نقول له انطق بما لا تقدر عليه؟ عندوش قدرة، يبقى غير مكلف بما يتعلق بنوع القدرة الذي زال منه. الإرادة، الإنسان المكره، الإنسان المخطئ، الإنسان الذي شابت إرادته شيء، واحد مسكوه أو امرأة قيدوها اغتصبوها، تبقى اسمها زانية؟ شرعا لا، لأنها لم تصنع شيئا. إن راحت برجليها اسمها إيه؟ زانية، اللي زانت باختيارها زانية، والزاني كذلك. ولكن التي أكرهت ليس زانية. مسكوا واحد رموه على واحد تاني موته، من القاتل؟ اللي رماه، ماشي كده، اللي ضربوا بيه، علشان كده هو، لان هذا، وهذا كالذي سرك الآلة ليس مكلفا. يبقى عقل، قدرة، إرادة. رابع حاجة من قواعد العدل، الشرع، بلوغ الشرع. اللي ما بلغوش شرع ربنا لا، ليس بمكلف حتى يبلغه ليه الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لما يجي حد يقول لك طب ازاي هو قدر عليهم كده الضلال، يبقى ظلمهم. لا، ما ظلمهمش، اللي اعطاهم الاربع حاجات دول.
طالما أعطاهم هؤلاء هذه الأربعة يحاسبهم عليها، وده مقبول عند كل عاقل. والأربعة دي هل تنافي أنه أضل هذا وهذا؟ هذا لما تنافيهوش، لأن إرادتهم مخلوقة لله. تعال نفكر في هذا المعنى وندور إرادتنا دي وقدرتنا بتتكون إزاي، عشان نعرف أنها زي ما قلنا موجودة، محدودة، مقيدة، غير مطلقة. موجودة بعد ما كانت عدم، إحنا كلنا كنا عدم، كنا حيوان منوي في وقت من الأوقات. بعد كده كنا فين إرادتنا؟ فين قدرتنا؟ حركة الحيوان المنوي دي كأنها إرادية، كأنها، ولكن محدش واعي لها خالص، مش كده؟ ولا حد فاكر نفسه أيام ما كان حيوان منوي طالع يجري يدور على إيه؟ على البويضة، مستحيل. لا، ولا حد فاكر حاجة، ولا دي حركة خلقها الله عز وجل كذلك. وبعدين بعد كده وجد جنين، وكل ده لا إرادي، تبدأ تتكون حركات من جنس الحركات الإرادية، لكنها ليست كذلك، لأن الجنين بيتحرك في بطن أمه، بعض حركات تحرك إيد، يحرك رجل، ده كأنه بيتعود. إذن بدأ يعطى جزما ويقينا، هذه علامة على أن الإرادة مخلوقة، وعلى أن القدرة أيضا إيه؟ مخلوقة. يولد الإنسان بلا عقل ولا علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شوف الطفل اللي خارج من بطن أمه بس عنده بدأت المبادئ، الرغبات والإرادات تتكون، عنده رغبة أولانية في النفس، وعنده رغبة أولية في الطعام والشراب اللي هو اللبن، ويبدأ يحرك بقه وهو في غير وعيه، بس بدأت حركات إرادية فطره الله عز وجل عليها. بعد كده بيلاقي نفسه بعد ما بيكبر شوية عنده رغبة في الحركة، في المشي، مش كده؟ أي طفل حاول يحبي، صح كده؟ مش هو لقى نفسه عايز يحبي، ولا هو اللي أراد ذلك؟ ده وهو نفسه في الحقيقة عشان يحبي لازم تكون رجله كبرت وطولت، وحاجة هو مش بيختارها. احنا بنطول بإرادتنا ولا غصب عننا؟ بقى دي فعل إرادي ولا فعل لا إرادي؟ لا إرادي، وبنوقف عند حد معين برضه، صح كده؟ ولا احنا بنفضل نطول على طول؟ كنا هنخبط في السقف، لكن احنا بنقعد نكبر بنسبه معينه في الست شهور الاولانيين، بنسبه ثانيه في الاربعه الاولانيين، ونسبه ثانيه في الاربعه الثانيين، ونسبه ثانيه في الاربعه اللي بعديهم، ونسبه ثانيه بعد كده في الايه؟ نسب معينه، وتيجي عند مرحله معينه المحطه بنقول تبص تلاقي العيل ايه؟ بقى من تحول خلال عده اشهر من طفل الى ايه؟ الى رجل، وكذلك الفتاه من طفله الى امراه. كل الحاجات دي بيلاقي معاها رغبه اخرى، بالظبط الرغبه الجنسيه دي بتتوجد في الانسان، صح كده؟ للرغبات دي كلها حب التملك، بعد العيل الصغير تديله ورقه ب $100 يعمل يعني فيها ايه؟ كرمشها ويرميها ويقطعها، مش كده؟ بعد ما يعرف الفلوس بعد سنتين يتخانق عليها، مش كده؟ يتخانق على الفلوس وعلى اللعب الاول، وبعد كده يتخانق على الفلوس وعايز الفلوس، وكل ويبدا حب التملك. حاجات بتتوجد في الانسان، ده دليل انها مخلوقه، ولما يدور عليها يلاقي كان ممكن ما تتعطلوش، ده دليل ان هو مش متحكم فيها 100%. بس تقدر تقول لي مش موجوده؟ اقول لك لا، موجوده، موجوده مقيده، وكان وحاجات كتيره جدا. وهو الرغبات دي، الرغبات بقى الجنسية، الرغبة الجنسية، ورغبة الطعام والشراب، ورغبة التملك، ورغبة الهيمنة، على حاجات كتيرة جدا بتتوجد في الإنسان، وبناء عليها بتتكون أفعاله بناء على إرادته ورغباته. بس هي له إرادة وقدرة محدودة ولكن غير معدومة. فاللي يقول وأنا مالي يبقى كذاب. أنت ليك، ان ليك قدره وليك ايه؟ اراده، وانت حاسس من نفسك ان في فرق بين ان تنطق كلاما حسنا تقول سبحان الله، وبين ان تسب وتلعن. انت اللي بتتحكم في لسانك وتتحكم في العضلات دي عشان تطلع الكلمات بالطريقه دي، وكذلك في الافعال. فاللي يقول لو اراد الله ان يهديني لهداني، كلمه حق يراد بها باطل. ايه الباطل اللي بيراد بها؟ ان انا ماليش دعوه، ان انا اله من الالات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. كذاب، لأن دي مش كده. اللي هي ألقاه في اليم مكتوفا وقال، مش هيقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم مكتوفا ده
اللي جاله ورم الصبح، كان كويس امبارح وبص على نفسه في حاجه مكلكعه، طلعت ورم، طلع سرطان، جاله مرض الدم، اتغير كده مره واحده، بقى عنده لوكيميا، بقى عنده سرطان دم، كان كويس بقى له 5-6 سنين 10 سنين، ايه اللي غيرها مره واحده كده؟ سخي مره واحده، عملوا له تحليلات طلع عنده سرطان في الدم، هنعمله ايه؟ اهو ده هو ده مكتوف، ما تقدرش تعمل حاجه، تقدر تاخد اسباب، تقدر تعالج، تاخد علاج، لكن اللي حصل لك تقدرش بخلاف ان انت قمت صليت، ان انت واحد تاني راح الكنيسه، واحد راح زنى، واحد غض بصره، واحد سرق، واحد اكتسب بالحلال، اللي يقول الاثنين زي بعض يبقى كذاب، اللي يقول هذا النوع من الافعال مثل النوع الاضطراري يبقى كذاب، واللي يقول الخير زي الشر يبقى كذاب. ولذلك بنقول القضية محتاجة تأمل فعلا في ان إرادة الإنسان بتتوجد فيه وتدريجيا وبدرجة يقدر يتحكم فيها، ما هياش قاهرة لدرجة انها ملغية من تحكمه، ما انت الرغبة الجنسية موجودة، ولكن واحد بيصرفها بطريقة صحيحة، واحد بيصرفهاش خالص بيمنعها عشان حرام مثلا، واحد بيصرفها بطريقة محرمة، الفلوس الرغبة في الفلوس، واحد بيمدي ويسرق، واحد تاني ما بياخدش عشان حرام فيقول لا مش هاخد، الرغبة موجودة عند الطرفين، واحد تاني هيقول لا انا هكتسبها من الحلال وروح اشتغل واجيب فلوس. فهذا الامر يدل على ان قدرة الانسان، ارادة الانسان، عقل الانسان، وبلوغ الشرع، كل دي اشياء وجدت فيه ومتفاوتة موجودة وغير معدومة، وبناء عليه يبقى الإجابة على أن ربنا ظلم الناس لما قدر عليهم المقادير، نقول لا أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. ليه؟ لأنه قدر عليهم ذلك من خلال معطيات حد أدنى، اللي ما بقاش عنده الحد الأدنى مش هيتسأل، اللي عنده الحد الأدنى أعطي الحد الأدنى، غيره أعطي زائد على الحد الأدنى، بس ما ظلمش اللي أعطاه الحد الأدنى. المؤمن ربنا شرح له صدره، الكافر جعل صدره ضيقا حجرا. طب ذنبه ايه؟ ذنبه ان هو لم يؤمن، ذنبه ان هو كان عنده اراده وما اختارش، مع ان دي مخلوقه لله، لكن من خلال ارادتك، من خلال عملك. عشان كده بقول المثل الصحيح في هذا مثل الاب والام والولد، فعل الانسان زي الولد وارادته وقدرته زي الاب والام. الأب والأم بيتزوجوا وينجبوا الولد، لهم سببية في وجوده، هم سبب في وجوده، ولهم فعل، وعلى قد الفعل ده هم مسؤولين عنه. ولو قالوا مش احنا اللي خلقناه، صحيح مش انتوا اللي خلقتوه، هي وهو اتخلق في بطنها والزوجة عاشرها فقط، لكن خلقه كان تسبب من في ايه؟ من فعلكم. فلو رمتوه في الشارع وقلتوا الولد ده ما يلزمناش، اللي خلقه يرزقه، مش ربنا اللي خلقه يرزقه، سابوه في الشارع في الزباله، يبقوا مجرمين وقتله، صح كده؟ لان هم تسببوا في وجودي فيبقى مسؤولين عنه. فكذلك اللي عنده قدره وعنده اراده وبعد ما يعمل عمل ويقول انا مالي، انا ماليش دعوه، يبقى زي الاب والام اللي رموا ابنهم وقالوا مالناش دعوه، مش احنا اللي خلقناه. هل معنى ان هم تسببوا في وجود الولد ان هم اللي خلقوه؟ لا، ما صح، ما حصلش، ده ربنا الذي خلقه. فكذلك فعل العبد خيرا كان او شرا للقدره والاراده اثر في وجوده، ليس اثرا مطلقا ولكنه مؤثر حقيقي، القدره والاراده في لهما اثر في وجود الفعل، وبالتالي عليه يحاسب العبد. ليست الاجابه اذن باننا اقول المدرس مالوش دعوه بالتلامذه، ما خلاهمش يكتبوا صح وغلط، لا، دي الايه دي بتقول جعلهم يكتبون صح وغلط، مش كده؟ يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، جعلهم فريقين، فريقا هدى، واسمع الثانيه، فريقا ايه؟ حق عليهم الضلاله، هو اضلهم سبحانه وتعالى، بس ذكر ذلك بصيغة حق عليهم الضلالة، علشان الضلالة دي حق بالحق مش بالظلم، ده ربنا سبحانه وتعالى أضلهم بعدله ولم يضلهم ظالما لهم. ليه؟ علل، إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله،
ويحسبون أنهم مهتدون. عملهم أدى إلى ذلك، عملهم الذي نسب إليهم فعلهم. إذن الفعل الإنساني ينسب للإنسان حقيقة، ما الأفعال الاضطرارية المجازية ده نوع تاني من الأفعال بتاع العضلات المنبسطة دي البسيطة اللي هي غير مخططة. أما العضلات المخططة الإرادية دي أفعالك أنت اللي اخترتها. ففي نوعين من الأفعال، في أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، هتحاسب على أن واحد فيهم الاختيارية. نتأمل الآية نجد فيها قضية القضاء والقدر منتهية وضوحا وبيانا، ونسبة الأفعال إلى العباد وبيان قدرة الله. طب إيه ثمرة هذا الأمر؟ ثمرة هذا الأمر عظيمة جدا، ثمرة هذا الإيمان أن يعلم العبد أن قلبه بيد الله فيلجأ إلى الله. الله يحب أن تلجأ إليه، أن يشرح صدرك. سيدنا موسى لما لقى الحمل تقيل قال إيه؟ قال رب اشرح لي صدري، توجه إلى الله. ويسر لي أمري، أنت مالك أمر وأنت بتعمل حاجة. وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى في تسبيح وفي ذكر، في عمل منك ولا شك. تجد هذه القضية، إذن أنت تلجأ إلى الله عز وجل. ثمرة هذا أن تخاف أن يضلك الله بكونك لم تؤمن في لحظة من اللحظات. يعني إيه لم تؤمن؟ ما أنت أمنت خلاص، ما الإيمان ده كل لحظة بيتعرض عليك حاجة. ما أنت الإيمان مش 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 قول أولاني بس، الإيمان قول وعمل في كل حاجة. ما أنت بتمتحن 50 امتحان في اليوم، كلمة كنت تقولها صح وكلمة كنت تقولها غلط. أنت عايز توفيق من ربنا، ما أنت في موقف من المواقف كان قدامك تسكت، كان قدامك تقول حق، كان قدامك تقول باطل. وفتن آخر الزمان الامتحانات فيها صعبة، كل يوم 10 امتحانات 15 امتحان، ده كل شوية. ده ممكن في اليوم الواحد واحد يصبح مؤمنا مؤمن، ما قالش مسلم، ويمسي كافرا والعياذ بالله. المخصائب في امتحان من الامتحانات. وفي فتن زمان قبل كده، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في امتحانين في السنة. المرات دلوقتي ده كل يوم موقف، ياخد موقف إقدام، ياخد موقف إحجام، ينحدف الناس بالطوب، ينحدفهم بالرصاص، يسمع الكلام اللي قال لي موت فلان، يا ما اسمعش الكلام واتعرض أنا للموت، يا إما أحرق الحاجة الفلانية يا أمنعه من حرق الحاجة الفلانية، يا أميت هذا الإنسان وأقتله ظلما، يا إما أسعى في إحيائه ومن ما 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 ومن أحياه فكأنما أحيا مسلم. ومواقف كل يوم، يا أكذب يا أصدق، يا زور يا أمنع التزوير، يا 50 امتحان كل يوم، كل شوية في امتحانات. فتعمل إيه؟ تعرف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، تتوكل عليه في أمر الهداية وليس فقط في أمر الرزق. الناس أكثرها تتكلم على التوكل عشان هناكل إيه وهنكتب فلوس ولا هنعمل إيه ولا هننتصر في الخناقة اللي مع الخصوم بتوعنا في إيه. لا، التوكل على الله في أمر هدايتك أنت، في أمر ثباتك، في أمر عدم إضلالك. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تأمل أعوذ بعزتك دي بعد الأفعال اللي أنت عملتها وتقدمتها بين ذلك، بس تكون صادق فيها فعلا. تقول أعوذ بعزتك دي، إن عزة الله هي التي اقتضت إضلال من أضل، إن هو العزيز سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده. هذه الصفة هي مقتضى أنه بعزته أضل من أضل بعدله، بس بعزته عز وجل، بأنه إذا أمر كان، بأنه الذي لا يمانع ولا يغالب، بأن أمره نافذ عزيز سبحانه وتعالى، أمره نافذ. فأقول أعوذ بعزتك أن تضلني، يعني لو ربنا أمر بأن قلبك يتقلب في لحظة تضل فيها، مش بإيدك، اوعى تفتكر نفسك
اوعى تفتكر نفسك انت ما ثابت زي الجبل، اوعى تفتكر نفسك انت بتعمل الاعمال الصالحه دي انا اللي مالكها، يبقى خلاص مش هتقبل، لانك لازم تشعر بعزه الله وانه هو الذي هدي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يقول اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، يعني يخاف ان يضل صلى الله عليه وسلم ليكون قدوه لنا في ذلك. بعد ما يحقق كمال الاسلام، كمال الايمان، كمال التوكل، اللهم بك لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت، كمال التوبه والانابه، الخصومه بالله، انني اخاصم بالله عز وجل مش بقوتي، مش بتخطيطي، مش بان انا اتقنت المساله مظبوط وعملت الخطه مظبوط، ده والله الحكايه لو هي تطر بايظه خالص، بس هي ربنا سبحانه وتعالى الذي يدبر سبحانه وتعالى. وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني. شهود الانسان هذا الامر يمنعه من العجب، يمنعه من الغرور وبالنفس، وهذا يمنعه الاثنين دول، يمنعه لما قلبه يتطهر من العجب ويتطهر من رؤيه كمال النفس وقوتها، يمنعه ذلك من الكبر، لان الكبر هو الذي يجعل الانسان يستعلي على الخلق، والعياذ بالله، ان شعوره بالكبر يستعلي على امر الله. ابليس باصص لنفسه جامد، انا خير منه، هي اللي خلته يقول لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اعوذ بالله، يعني ومش شايف كمالات ادم، مغرور في نفسه، شايف نفسه بس. ايه اللي يمنع الانسان من يشوف نفسه، يشوف كمالاته؟ كمالات ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، ودي كمال. وايه يعني لما تيجي تأمن الفرق بين الماء والنار والطين؟ يعني الطين احسن من النار. لكن كمالات ادم لا، عمى عنها، عمى عن ان الله خلقه بيده. ربنا يذكره، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس امراض ابليس اساس كفره والعياذ بالله، هذا المرض اللي يمنع هذا المرض شهود القدر، شهود الفقر الى الله، ان احنا ملناش الا ربنا سبحانه وتعالى. وربنا بيقدر على عباده المؤمنين انواع من البلايا والمحن يدفعهم دفعا الى ان لا يروا سواه، لا يروا مالكا للأمر سواه، إلى أن يستحضروا ملكوت السماوات والأرض فيكونوا من الموقنين. إن هو يقدر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيقول وهزم الأحزاب وحده، لحظة مؤثرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، خليته يقولها في كل مرة بعد كده وهزم الأحزاب إيه وحده، لأن البشر ما كانش لهم فضل خالص ساعتها، لأن الأحزاب اتجمعوا حتى الصحابة وفيهم الأفاضل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة، ولا واحد يتحرك. ما هو ده نعمة من ربنا، علشان وهزم الأحزاب واحدة، مش بقتال، هو كان بقتال، ده هم اللي مشيوا لوحدهم، والريح والجنود واللي حصل لهم ده كله ما كانش بصنع حد. عشان كده لما تيجي تبقى انت مستني حد يعينك وينصرك وما تلاقيش، تبقى عشان تبقى ايه؟ تبقى تقول النصر من عند الله وحده، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى الشكر والتقوى وزي ما قلنا الافتقار الى الله، كل ده نبع منين؟ من شهود ان الامر من عندي، قضية القضاء والقدر ثمرات، لا دي ثمرات لا تحصى كثرة الأعمال. لذلك قضية القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، دي قضية لازم تشهدها، اللي هي أصلا العلاقة بين فعل الرب وفعل العبد، لابد أنها تكون حاضرة، لأن قضيتنا كلها قضية أفعالنا احنا، معنا أفعال المسلمين وأفعال الكفار وأفعال الظلم وأفعال المنافقين، هي قضية الأفعال الإنسانية المتفاوتة المراتب، متفاوتة الأنواع، خير وشر وبين الاتنين شوية، ومجموع من خير ومن شر، وواحد كتير شوية، شر كتير وشر شوية، وخصوصا عندما تشتبك الأمور، وكل الأفعال الإنسانية دي والشيطانية بتاعت الجن والشياطين كلها
هي القضية دي مؤثرة فيها، ولذلك هي مردها إلى صفات الله وأفعال الله، إرادة الله، خلق الله، جعله سبحانه وتعالى، علم الله، كتابة المقادير، كل دي أفعال الرب سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أفعال العلاقة بين أفعال الرب وأفعال البشر قضية أساسية، ولا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى توجد العبادات القلبية المهمة العظيمة الأساسية في حياة المؤمن. لذلك كانت هذه الآيات من أعظم ما يبين هذه المسألة العظيمة مع ثمراتها. كذلك أجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وتأمل في إن اللي حصل لهم ده كان بسبب عمل منهم. ليه ضاق صدرهم بالدين؟ ما هو الإنسان في الأول ما بقاش كاره أوي للدرجة دي لأي حاجة. أنت لما تشوف واحد أول مرة بتحبه وتبغضه قد إيه؟ لسه أول مرة تشوفه تعرفش عنه حاجة، المفروض إن هو صفر وصفر، مش كده؟ ما فيش، لا أبدأ ممكن أستريح لشكله، أطرح تعامله، أعرف أفكاره، أبدأ أحبه، أبدأ إيه؟ أو بيبدأ في الأول ضعيف، مش كده؟ وبعد كده بيبدأ يقوى لغاية ما يبقى أحيانا حب قوي جدا وقاهر، وأحيانا يبقى بغض فظيع ومش مستحمل. إيه اللي وصل الكفرة؟ لأن هم يوصلوا إلى الرجس، إنه مش طايقين الدين، كأنه قلت له صعد في السماء من غير طيارة، أو هو بيطلع بيتخنق مش قادر مستحمل. لأنهم كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما أنت كان أول امتحان كان موضوع سهل، كان ممكن ببساطة تختار الحق، لكن أنت اخترت الباطل، اخترت الباطل عشان أم وأبوه، عشان مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان شوية فلوس، عشان منصب، عشان الملك ده يوديه فين؟ في هرقل كان قدامه لحظة، اللحظة دي كانت معروضة على النجاشي، نفس اللحظة مش كده؟ النجاشي آمن وهرقل إيه؟ ضن بملكه، عشان وهو شاف وعرف، بس قال هعمل ايه؟ هيروح الملك مني. النجاشي ملكه ثبت وهرقل ملكه راح، وضاع ملكه هرقل فيه واخذت منه البلاد، والنجاشي فضل ملك. لذلك انت بتمتحن كل يوم بحاجات، واختبارك فيها بيترتب عليه توفيقك او خذلانك للي بعد كده. وكذلك اجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كما لم يؤمنوا بها اول مرة، ربنا اضلهم. طب نيجي في المرة الأولانية دي مملوكة لله سبحانه وتعالى برضو. المرة الأولانية اللي هو ما أمنش ساعة ما جاته أول مرة، اللي جه بعدها إضلال، بس دي كان ممكن من المرات الأولانية والمدة طويلة تبقى مش مطبوع على قلبه، يبقى ممكن يرجع بسهولة لو هو راجع نفسه. ربنا يملي لهم ويختبرهم مرات ويفتح لهم باب التوبة مرات، يفضل بقى مصر 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 ماشي دايس بنزين في الضلال، خلاص مش عارف يوقفها بعد كده. يطبع الله على قلبه، يسلط عليه الشيطان، يخليه ما يفكش ابدا منه، يبقى هو اللي اختار، يبقى انت اللي مشيت غلط. وكان قدامك مع اول مره، ما هو سيدنا عمر اول مره ومده عده سنوات كان ايه؟ كان كافر مش كده؟ وبعدين جات له لحظه امتحان معين وفق فيه، عشان دي من ضمن اللحظات. فانت استغل لحظات الامتحانات دي ان انت تجاوب صح فيها، ممكن ربنا يغفر لك اللي فات. والا فاذا انت خزلت مره بعد مره في خطر يطبع على قلبك، الرسول يقول من ترك ثلاث جمع ايه؟ تهاونا طبع على قلبه. ده يبقى في خطوره بالطبع بعد تكرر مره بعد مره بعد مره بعد مره. فانت قدامك فرص تتوب الى الله سبحانه وتعالى لو لغايه ما تدمن بالظبط كده. لو واحد خد حته حشيش ممكن يفك من الادمان بسهوله؟ مش كده؟ لو ادمن خلاص حقيقه بتبقى شخصيه مدمره. اول سيجاره يقدر يسيب الثانيه؟ يقدر يسيب الثانيه بكل سهوله، العكس ده بلاها مقرفه. لكن لو قالوا 20 سنه عمال كل يوم يشرب 60 سيجاره في اليوم، لما تقول له هموتك ولا دي كانت سيجاره، يقول له موتني ووديني العلم. يقروا كده، هو التدخين يسبب الوفاه، هات برضه اشتري سجاير دي ماليه الدنيا مش ماليه الدنيا.
كحول مدمر، الخمرة مدمرة، هي معاصي كده. قوم لوط ما حاجة مش طبيعية، ده خلاف الفطرة الإنسانية، خلاص أدمنها. الشذوذ الجنسي ده مرض بيبدأ بطريقة التفكير في اللحظات، جات له جاله الخاطر يقدر يدفعه بكل بساطة، يقدر يدفعه ويوجهه صح، يبقى بعد كده فضل ماشي في الغلط. يا صعوبة بالغة إلا يشاء الله، لكن هي مش مستحيلة، بس يقدر بطريقة تفكير، بس عايزة مقاومة عنيفة. عد ما انت مشيت في الغلط عايز تقدر ترجع عنه ازاي. وكذلك في كل الذنوب اللي الانسان بيدمن عليها، اي ذنب يدمن الانسان عليه، اللي تعود على الكذب تلاقي صعب عليه او ما يكذبش، كأنه ما بيتغيرش، وهو يقدر بس عايز مجهود. لكن لو كمل اول وبطل كذب، واول مرة ما كذبش كان زمانه وافك منه. فسبحان الله، القلوب بيد الله، وشرح الصدور من عنده سبحانه وتعالى، والإضلال بعدله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.